السلام عليكم، معكم حنان، مرحبا بكم في حصة جديدة. اليوم إن شاء الله بإذن الله نحضروا مجموعين. كيف كتلاحظوا معايا غادي نسمي الوصفة تشارك الكذاب، واخا أنا اللي كذاب هاد الساعة ماشي تشارك. المهم علاش سميتو هكذا؟ لأنه غادي ياخد الشكل ديال تشارك، لكن المذاق أو المذاق ديالو مع الحشوة لا علاقة، فهذا ما فيهش الحشوة نهائيا، غير يعني غير الشكل ديال تشارك وصافي. الوصفة سهلة، كتكون من ثلاثة المكونات ببساط بزاف، وكذلك غادي نشارك معكم العجينه ديال السابلي اللي خدمت بها هاد الشكيلات ديال السابلي، باش في الاخر ان شاء الله غنوريكم البلاطو ديالي ديال العيد. اذا بلا ما نطول عليكم نمر مباشره للوصفه ديال اليوم. اذا بالنسبه للوصفه شنو غادي نحتاجو؟ غنحتاجو 125 غرام ديال الزبده، من الاحسن الزبده من النوع الممتاز، ما لقيتوش استعملوا مارغرين ماشي اشكال، اولا حتى الزبده النباتيه ديال البواطه حتى هو مزيانه. المهم 125 غرام ديال الزبده. غادي نضيفوا ليها ثلاثه ديال الفرماجات، سواء مربع، الا كان مربع ديروا غير جوج، مثلث ديروا ثلاثه. غنحتاجوا تقريبا ثلاثه ديال المعالق كبار ديال السكر سنيده او السكر حبيبات، وغادي نضيفوا اكيد الطحين. اذا كيف كتلاحظوا خديت الاناء ودعت فيه الزبده، من بعد ضفت ليه السنيده، من بعد ضفت الفروماج او الجبن، صافي. ومن بعد عجنت، يعني خلطت مزيان دوك العناصر مزيان حتى تخلطوا مزيان. ضفت القليل من الملح، غير واحد الرشه صغيره ديال الملحه، ما بانتش عندكم في لا فيديو ولكن ضفتها. صافي، وحاول جمعت الطحين. بالنسبه للطحين حاولوا ما تكثروش بزاف الكميه ديال الطحين. انا تقريبا دخلت ليا واحد 250 حتى 260 غرام تقريبا ديال الطحين، باش كتبقى كوم من الحلوى هشيشه. صافي، كيف كتلاحظوا معايا، من بعد ما جمعتها حاولت شكلتها. كنعتذر ما صورت لكم في الفيديو فاش كنت كنشكلها، لكن عندي الصور، انا صورت لكم. المهم كديروها على شكل حربول هكذا او حربوش طويل شويه، وكتحاولوا تشكلوها على شكل العرايش، راه باينه. صافي، كيف كتلاحظوا معايا، من بعد ما شكلتها ودعتها في الصينيه ودخلتها للفرن، كطيب على حراره يعني متوسطه، حتى كتبان لكم بلي راه ذهبت شويه من التحت، ومن الفوق حتى هي خدات داك اللون الذهبي. صافي، وكنخرجوا الحلوه ديالنا. بالنسبه للسابلي، السابلي شنو استعملت فيه؟ سابلي بعد الفيديو الاولاني فاش استعرضت المقادير ما لقيتوش تمسح ليا. فالمهم غادي نقول لكم شنو خدمت فيه. درت 125 غرام ديال الزبده، ودعت فيها تقريبا 50 غرام ديال السكر الناعم، بالاضافه ل 50 مليلتر او 50 غرام ديال الزيت. الا بغينا نعمروا بالكاس الحنبه غادي نقولوا الثلث، يعني كاس الحنبه غتقسموه على ثلاثه وغتعمروا غير الثلث ديالو بالزيت. وبالنسبه للسكر غتعبروا سكر كلاصي او سكر ناعم، غتعبروا نصف كاس د عنبه. صافي، خدمت مع ساشي ديال الفاني. انا ما ضفتش الساشي ديال الفاني، انا ضفت القشور ديال الحامض، يعني نتوما كتنسمو باش بغيتو. صافي، خدمت الزبده مع الزيت مع السكر حتى تجانسوا مزيان، من بعد ضفت ليهم بيضه كيف كتلاحظوا معايا، من بعد ضفت الزيست او القشور ديال الحامض، اولا نتوما ممكن تضيفوا الفانيلا. صافي، من بعد بديت كنضيف الطحين. بالنسبه للطحين حاولوا ما تكثروش بزاف، وبالنسبه للجمع ديال العجين ما غاديش نعجنوها، السابلي ما عمره ما كيتعجن، السابلي غير كيتجمع، فدائما غير جمعوه صافي وحبسوه. بالنسبه للمراحل ديال التقطاع ديال السابلي كلشي كيعرفها، تبارك الله اليوتيوب عامره بالمراحل ديال التقطاع ديال السابلي، فانا غادي نفوت هذيك المرحله مع الديكوراسيون وكلشي غادي نفوتهم. غادي نحاول غير نشرح لكم هكذا شنو خدمت. المهم كتلقوا العجينه ما بين كيس بلاستيكي او ورق ديال الطهي، وقطعتها بالقطاعه هكذا ودخلتها للثلاجه حتى بردات واحد شويه، من بعد حيدتها ودعتها في الطاوه. انا ما كنتش مساليه باش نطيبو في هذيك النهار، لان ما فيهش الخميره الكيميائيه كيف كتلاحظوا معايا. فودعت الحبات عندي ديال السابلي ودعتهم في الطاوه ودخلتهم للثلاجه وخليتهم، يعني تقريبا بقاو عندي حتى الغد، يعني بحال اللي تباتوا في الثلاجه حتى الغد. في الغد شعلت الفران وخديتهم مباشره من الثلاجه حطيتهم في الفران. صافي، من بعد ما طاب معايا السابلي شنو درت؟ خديت كميه من الناباج، تقريبا جوج معالق ديال الناباج، معلقه ديال الجليكوز. صافي، وكان عندي شويه ديال الكونفيتور ديال الفريز حتى هو درتو، خلطتهم كاملين فوق البوطه اولا فوق النار، يعني حتى دفا واحد شويه. من بعد كندهن السابلي ديالي وكنلصق فيه هذوك لي موتيف اولا دوك الشكيلات ديال الشوكولات. صافي، والجوانب ديالو زينتو بالكاوكاو كونكاسي اللي خدمت معاكم من قبل، غنوضع لكم الرابط ديالو بالنسبه اللي ما شافوش، ندعو لكم في صندوق الوصف.
اذا بالنسبه للسابلي هذا الشيء اللي ممكن نقولوا عليه. الان غادي نمروا باش نحضروا مجموعين الطليه، يعني الطليه او الطلاء اللي غادي نطلعوا به هذيك الحلوه اللي بثلاثه المكونات. المهم بالنسبه للطليه غنحتاجوا تقريبا 2 معالق صغار من الحليب، بالاضافه ل 2 معالق صغار من ماء الزهر، 2 معالق صغار من الزيت النباتيه، صافي. وغادي نحتاجوا السكر الناعم، يعني كنبقاو نضيفوا في السكر الناعم حتى كنشوفوا الخليط عندنا بلي راه تخلط مزيان وتجمع لينا مزيان. في اخر لحظه كنضيفوا القليل من الحامض، غير واحد شويه ديال الحامض، وكنحاولوا نجمعوا يعني عصير الحامض، وكنحاولوا نجمعوا الخليط مزيان ونغطيوه بكيس بلاستيكي. ما تخدموش به في نفس الوقت اللي خلطتوه، لا الطليه خاصها ترتاح، بحيث كيكون عندها كيكون فيها واحد الفقاعات ديال الهواء، فضروري خصنا نخليوها ترتاح، وضروري الناس بغيو تخليوها ترتاح غطيوها، لان يعني الا ما غطيتوهاش السكر الناعم كيبس كيدير واحد القشره في الوجه، فضروري خصو تغطى بالفيلم اليمونتير. صافي كيف كتلاحظوا معايا، الطليه البيضاء هي هذه، والطليه السوداء او الطلاء الاسود ضفت ليه القليل من بودره الكاكاو. يعني ملي تضيفوا بودره الكاكاو اكيد غادي تصبح الطليه عندكم متماسكه بشكل اكثر، فبداو تضيفوا شويه شويه من العصير ديال الحامض او لا شويه شويه من ماء الزهر، غير قطرات حتى كتعاود تطلق معكم الطليه. فكيف كتلاحظوا وضعتها في، يعني خديت الحبل وضعتها في الطلاء الابيض، وعاودت وضعتها في الكاوكاو المجروش او الفول السوداني المجروش، والنصف الاخر زينته بالطلاء الاسود، ومن بعد وضعت فوق منه خطوط بالطلاء الابيض كيف كتلاحظوا معايا. المهم كيبقى التزيين شيء اختياري، انا حبيت نشارك معكم هذه الطريقه هذه حتى هي زوينه بزاف، يعني واللي كيدوقوا يعني كيجي زوين، كيجي زوين المذاق ديالو، وحتى في الحطه في الطبله كيجي غزال، كيعطي العين بزاف. صافي كيف كتلاحظوا معايا، بالنسبه لهذوك الحبات اللي مدورين اللي كتشوفوا معايا في الطبسيل، هذوك ماشي نفس العجين، هذوك ديال السابلي، كنت حضرتهم من العجينه ديال السابلي اللي وريتكم، لكن حبيت نحطهم لكم هنايا غير باش نوريكم بانه يعني الا ما فيكم ما يبقى يشكل الشكل ديال العرايش، ممكن تقطعوا، يعني كتطلقوا العجينه على ورق بلاستيكي وكتبداو تقطعوا هكذا بالدوائر هكذا مثقوبه، صافي كتلصقوا ما بين كل جوج، كتلصقوا بيناتهم بنفس الطلاء النيت، صافي كتوضعوها في وسط الطلاء، كتهزوها وكتزينوها كيف بغيتوا. المهم التزيين كيبقى شي حاجه اختياريه، ماشي مشكل. صافي كيف كتلاحظوا معايا بالنسبه للسابلي، هذاك اللي فيه واحد الوريضه ديال الشوكولاته، هذاك فاش بغيت نخدمه بقيت كنقلب على الصينيه ما لقيتش، بانت لي غير الصينيه ديال البهله، لان الاخرين كانوا كاملين عامرين بالسابلي، كانوا في الفران، فاش بغيت نوضعو ما لقيتش فين غنوضعو، لقيت صينيه البهله وضعته فيها، وجا شي شويه بحيله محدب، جات الحبه بحيله محدبه ولا مقعره، فمن بعد زينتها بالكاوكاو وضعت فوق منها الشوكولاته حتى هي، كتجي زوينه بزاف المنظر ديالها، وكيف كتلاحظوا معايا واكيد في المذاق. اذا كيف كتلاحظوا معنا هذا هو البلاطو ديالنا، الحلاوي اللي كنت شاركت معكم، كيف كتلاحظوا معايا الروابط ديال هاد الحلويات كاملين غتلقاوهم في صندوق الوصف. نتمنى البلاطو ديالنا ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش الا عجبتكم الوصفه ديروا جيم لا فيديو وتخليوا لي شي تعليق. نتلاقاو ان شاء الله مع وصفات اخرين، وعيدكم مبارك سعيد، السلام عليكم.